عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، وجلس على قف البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال: إذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. ومن فوائد هذا الحديث أن نشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة. كيف ذلك؟ لقوله بشروا بالجنة. ويجب علينا أن نشهد، يجب علينا أن نشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا قبوله والقول بمقتضاه.